برضه عشان لو احتجناه استني بس، هم لغوا الارضي ولا ايه؟ فين الارضي؟ اهو اهو حاضر 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 اتفضلي 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 ازاي؟ اتفضلي ميرسي على الوقت الظريف، ميرسي جدا، اتفضلي مع السلامة. الفول 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 يا استاذ مجدي، فول. يا صبري يا صبري، ايه شايفني مستعجل يا اخي وعندي اجتماع؟ ايه ده بزيت الحر؟ ايوه وليمون، بس اكيد تحط يعني حطيت كمون؟ ما حطيتش كمون. ما هو اهو اهو هو ده اللي على الوش ده كمون؟ ايوه هو ده، وبصل وطماطم وبتنجان مخلل. طبعا وايه ده خمس رغيف؟ انت بتستهبل ليه؟ روح هات خمس كمان بسرعه بسرعه. طيب على طول مأخرني كده، شايف عندي اجتماع مستعجل. مستر جون بارك، المدير الإقليمي لشركة والت ديزني في الشرق الأوسط هنا، في اجتماعه السنوي يعني يحب يسمع آرائكم في زيادة نسبة التوزيع للمجلة. أنت متأكد؟ فضل. دلوقتي أنا عندي فكرة ممكن تخلي المبيعات يعني تضرب في السماء. إحنا ممكن نجوز ميكي لميمي. أنت بترجم بإيه؟ أسكت. ما تقلقش حضرتك، ما تقلقش، ما احنا هنجيبها بالتدريج. يعني الاول نبتديها قرايه فتحه كده مثلا على الضيق في البيت عند ميمي مثلا، واخبار حضرتك، وبعدين نخش على تلبيس دبل في كتب كتاب في كده في فرح، وهي الناس برضو تفرح لان الناس بقالها كتير قوي ما فرحتش. فرح ايه يا ابني؟ فرح ايه؟ الله، في فرح دي شخصيات كرتونيه، هنجوزهم ازاي بس؟ طب وايه المشكله؟ مجدي ارجوك بطل فتي وفزلكه. فيها ايه يعني؟ اقعد اقعد اقعد. اتفضل يا اشرف. انا شايف ان احنا ممكن نزود البيع لو زودنا منافذ التوزيع في الصعيد والاماكن البعيده. يا ولد فعلا، لان القرايه عندهم لسه ليها قيمتها، لان هم ما عندهمش الكمبيوتر جيمز والتكنولوجيا الحديثه اللي عندنا. كويس انا قلت حاجه حلوه. فعلا الكمبيوتر جيمز مؤثره جدا، ده انا حتى جوزي ما بقاش ينام طول الليل في السرير وبقى يلعب بلاي ستيشن. هي وجهه نظر برضه، بس عارف حضرتك متفزلك. حمير حمير كتكونيلة بقى هايم. انت بتترجم له بتقول له ايه يا جدع انت؟ الله الحمد لله انه ما بيعرفش عربي. اسهول سان اوف بيتش والكليو سان اوف بيتش. صحيح صحيح، ده اللي هيودينا في داهيه. انا كمان عندي فكره تانية انا اللي فكرت فيها برضو، انه بطوط وزيزي يلبسوا بدل، يلبسوا دبل. Actually this is a very good idea. والله يا اشرف انا افكاري دي لحد مقدرها. يا ابني انا قلت لك قبل كده انك موهوب، روح شوف لك ممول واعمل مجله الكاريكاتير اللي كان ابوك بيحلم بيها. يا عم اقعد على جنب اقعد على جنب، وانا هجيبه منين الممول ده ان شاء الله؟ انت راخ فكرتني، ده انا في مكالمه مهمه جدا عايز اعملها. سوري يا اشرف بعد اذنك. ولا يهزك. الو ايوه يا داليا يا دبوس، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كلمت كتير؟ معلش بس انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد. تمام يا حبيبتي. الله صحيح يا بت، انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان اللي في رقبتك دي قرصه نحله؟ ها زكاش. امال هيعمل ايه بقى لو شاف الخربوش؟ ايه ده؟ التليفون قطع وهو على ودني وانا بتكلم. معقوله كده الناس تقول عليا ايه؟ اهبل. بيجي خد بيجي على الزرار فبيقفل. الو ايوه يا دودو، معلش يا حبيبتي الخط قطع وانا بتكلم. دودو مين يا استاذ؟ انا صبري بواب. يا دودو. الجزار جاب الفخده وحطها في الثلاجه. او حاسبيه يا حبيبتي، حاسبيه حاسبيه، بس بقول لك ايه، اوعي يضحك عليكي كده زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم. ماشي معاهم؟ ماشي معاهم يا بيه، ده انا صبري بواب. صبري بواب صبر، انت مش شايفني؟ يلا باي 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 يا دود باي يا دالي. معلش اخضر، ها مش عارف الاخضر راح فين؟ كان معايا اخضر هنا. لا مجدي، واحد اثنين ثلاثة. ايه عايز ايه؟ كنت بتكلم مين؟
خمسة، واحدة كده، واحدة من اللي أنا أعرفهم يعني. سبعة. واحدة مين يا علي؟ يا سيدي واحدة بروش معاها، عايز إيه بس يا أشرف؟ بتروش معاها لغاية فين؟ طب اسمها إيه؟ اسمها داليا، داليا داليا مسمار، داليا مفك، داليا دبوس، داليا دبوس. ليه؟ دبوس؟ أنت أكيد تعرفها على فكرة. آه، دي صاحبة ريهام مراتك. بقولك يا مجدي ما تصيعش، على فكرة أنا يعني علاقتي بيها مجرد كلام كده وبس، وهي اللي رمت نفسها عليا. لا يا شيخ. عليا أنا الشويتين دول. شفت عاملة إزاي؟ إيه؟ شفت شعرها وعينيها والدب فيها رصاصة ولا بقها وشفايفها ووسطها والرجلين بقى تحت اللي عاملة زي دبوس الفرخة. اديني موبايلها والنبي يا اشرف، اديني موبايلها. موبايلها ايه؟ مش حد، مش بكلم حد ولا ده البواب، ده صافي البواب. اديني موبايلها عشان خاطر. يا لا انا اللي محتاجها، انا اللي محتاجها. انا عايز واحده تلبس لي قميص نوم، مش بدله كراتيه وحزام اسود. والله الحقيقه كلنا محتاجين كده. لا لا بس برضو برضو يا اشرف برضو ما ينفعش، انت صاحبي وريم صاحبتي. انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجه. يا نهار اسود شمت. وانا لو سالتني هقولها انا صاحبتي. ايوه يا بابا. ايوه حبيبي يا بابا، انا عندي اجتماع مهم دلوقتي. ها؟ مع المديرين الكبار بتوعي. ها؟ اعدي اجيب الشغاله وانا جاي. حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول. حاضر يا بابا. واجيب بيض. لا طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. ايه تاني يا بابا؟ حبيبي الدب ده. جيب كلاب النادي. ممدوح. ممدوح مين؟ ممدوح فرج طبعا. انت ناقص لك بس تقولي هاي انت. لمي نفسك احسن لك. بقول لك ايه، انا جاي اقول لك ان اشرف جوزك متلصم وعلى اخره، لمي الدور يا ريهام عشان جوزك ما يطيرش منك. انت بتدافع عنه ولا عن الست دبوس هانم؟ وانا اعرف دبوس هانم دي منين اصلا عشان ادافع عنها؟ انا عمري ما شفتها اساسا. وبعدين والله العظيم هو حلف لي 100 يمين النهارده انه هو ما اعرف هي اللي بتلاقي حاجتها عليه. طب وقرصه الرقبه يا ستي؟ ده كان سؤال بريء منه. بريء برضه. دنيء ارتحتي؟ انا نفسي افهم بس، عايز اعرف حاجه واحده، فين ريهام صاحبتنا الرقيقه اللطيفه الجميله؟ بتعملي ايه؟ لا مش دي. فين فساتينك؟ شحتيها؟ وبعدين كاراتيه ايه اللي بتلعبيه ده يا ريهام؟ ما خلاص بقى، ما تلعبي اي حاجه تانية، ما تلعبي كونكت فور ولا سودوكو ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس سيبك مني انا دلوقتي. نامي. هاي. انت تعرفيها؟ صاحبتي من زمان، وعلى فكره سالت عليك قبل كده كذا مره، معجبه بيك. هو مش مرتبط على فكره؟ لا والله. يا عبيط، امال انا جايباك ليه؟ عشان كده. ايوه. تعالي. إيه؟ دي طويلة. هاي يا ريد. هتعرفها فعلا. مجدي. هاي. اهلا. هاي ناني. اهلا وسهلا. انتوا ممكن تروحوا تستنوني في الكافتيريا تشربوا حاجة لحد ما اغير هدومي واجي لكم. ما تجيش. اوكي متأخريش. اتفضلي. باي. بنت ريهام انت اجدع واحدة من صحباتي. جاي اتفضلي. ايه ده؟ يا بنت اقعدي بقى في الكلب ده. انت ممكن تقولي ناني على لا ما قلتش ايه يا ناني؟ هقول حاضر اول ما تيجي فرصه هقول على طول. عارف ما قلتش؟ عارف هقول والله العظيم ومصحف شيف هقول، بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم. عارف ويا ناني وكله حاضر. انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. حقيقي؟ يا لا انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عماله افكره من الصبح. طب كويس. بص مين دول؟ بابا وماما. ما شاء الله طايت قوي، ربنا يخليهم لك. ماتوا. ربنا يرحمهم. في حادثة طيارة. يا ساتر. بس سبحان الله برضو انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثة برضو، بس في حادثة عربية. بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانة تشكيلية. ف يعني وخالك برضو اللي رباكي؟ لا انا ما تربيتش.
انت انا ايه عايزاني اربيكي؟ تعرف ان انا لسه جايه من عند دكتور نفساني يا ايه يا نين؟ ايه راح ايه يا نين؟ في ايه؟ انت مين اللي قالك؟ هو فعلا؟ ده انا كنت بهزر. نفس ما بقتش بترحم. ايه ده؟ ايه ده؟ الله حاجة تعرف خلاص يعني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دي ايه؟ خد صدر يا اخي خد. حاضر حاضر خد. حاضر خلاص خدت واحدة ايه دي يا نين؟ فين الولاعة؟ انا اسف ايه دي كلام؟ اهدي يا ناني اهدي يا بوس ايدي. انا اسف انا ما وانا يا نهار اسود. الحمد لله انك ولعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. اهدي لا 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 اهدي. انا اسف بس اطمن. انا كأنثى معليش اي تلافات. جاهزه للتزاوج والتخصيب. تخصيب؟ انا من ناحيه الرحم. رحم؟ تمام. وانت؟ لا انا ما عنديش رحم. يعني انا مش تمام بصراحه. انت مش ملاحظه انك انت بتنطي مراحل لسه بدري عليها شويه؟ في اول قعده يعني. انا بحب البوس قوي. بتحبي ايه؟ البوس قوي. البو يعني سمعتها صح. انت بتنطي فعلا. اه بصي البوس يعني تخصيب ومن ناحيه والتزاوج. وانسه ناني اعذريني انا يا لهوي ده الساعه لازم امشي. معلش انا اسف. بعد اذنك. طب ولو قلت لك اني عندي اربع حسنات في ظهري؟ هيبقوا خمسه لو سبتيني امشي. اوالي هم لا 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 يا ريهام لا 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 يا ريهام اوعى تقولي امك انت ليه حميد يا ريهام ايه يا بوندو انت انا مش تفتح ما جيب الكوره يا خير تخين اي هجوم انا بائس انا حزين انا متضايق مش عارف اعمل ايه جننتني انا خايف اسمع كلام غادة ما تطلعش بنفس حكمة وبعد نظر امي وخالتي اكيد مش هتطلع بنفس حكمة وبعد نظر امي وخالتي ايوه كده سامي انت ايه حرام عليك يا اخي حرام عليك انت خنقتها وخنقت نفسك يا سامي يا حبيبي طول ما امك وخالتك بيتدخلوا في حياتك كده حياتك هتخرب طب اسمع كلام امي بس هو امك يا سامي كمان الله امك ولدتك خلاص يا حبيبي انت عايز منها ايه تاني غاده هي الوحيده اللي مستحمله الايكو بتاعك ده ما تطفشهاش بقى وفين غاده دلوقتي فين غاده دلوقتي فين غاده دلوقتي بس بقى بس 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 يا سامي على طول محسسني ان انا قاعد كده مع اتنين تلاته طب بقول لك ايه انا هتاكل دلوقتي عشان محتاج اني اقعد لوحدي شويه احسن برضه وانا كمان بقول لك ايه انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول انت ضغطك عالي 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 خلاص بقى عليته زياده خلاص شكلك مش عايز تقبض الشهر ده انا ماشي لا يا خالو انا جاي اهو جاي اهو يا خالو وحشتني يا عجل وانت كمان يا فرس النهر طب انا مش فاهم الباب ده انت مش عايز توسع امه ليه بس عشان لابس جاكيت ايدك يا سامي ده كسامي اتفضل عمو مين سامي ده انت مين ده عمو مين تلاش ده واحد صاحبي بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن سلام 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 يا سامي سلام 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 ايه العيش ده انا معدي على الفرن لقيته بيفحفح فقلت اجيب لك 30 رغيف تعضهم شكرا خد بقى ايه فلوس الشهرين الشهر المتاخر والشهر اللي احنا فيه ده يشوفك يا خالو يقول يعني جايب لي اراد مزارع دينا ده حيالله شجرتين كاكا يعني دول مش نافعينك نافعني خلاص بقى يا خالو خلاص بقى نافعني انما ايه الشكل اللي انت فيها دي ابدا اصل رايح حفل التأبين بتاع زميلي عبد العزيز كتبت فيه قصيده عايز اسمعها لك مش معقول يا خالو انت من ساعه ما طلعت على المعاش وانت ما راكش غير حفلات التأبين دي يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في زمان عمري بعد العشره دي كلها لا يا سيدي اتفضل سمعنا يا خالو عبد العزيز صديقي العزيز كأني افتقدت طاجن لذيذ طاجن في حزنك مملح في فرحك كريز هتحلي كمان هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل
ساندر ده الاستاذ عبد العزيز؟ لا حضرتك طبعا. يا خلو ما هو انا اللي مضايقني. تخيل صحابي قعدوني مع واحده خلل وكمان عايزين يجوزوها لي. هو انا واقع الدرجات يا خلو؟ ايوه واقع ولازم تخس. شوف مين اللي بيتكلم. بص من الاخر، الستات يخلفوا ويضربوا فانشروا لكن ما همهمش غير الراجل السنباتيه، ما بصوش على اي جوانب حلوه تانيه في الراجل. انا نفسي في واحده يا خلو، واحده بس تشوف فيا اي جوانب غير الجوانب دي. خلو انا جوعت قوي. انت اتعشيت طبعا؟ ها اتعشيت بس ممكن يعني انا معاك يعني. لو نحتاج نجيب عيش تاني بقى ولا ايه؟ خالي انت قلت انك اتعشيت، ما تدوس في السندوتشات جامد. انا بعض على خفيف يعني. ماشي كان على خفيف اوكي. بص يا سيدي الصور. بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيصوروا في الصوره. يبقى انا بقى طلعت من قالك كده لمين؟ اكيد ليك. لا يا حبيبي، انت الفتره اللي جيت قعدت معايا فيها جيت قلين دي تنكر؟ يعني انا قاعد في بيت بيبقى فيه سبق ورواق باللحمه المفرومه الساعه 2 بالليل، عايزني اطلع مين يعني؟ تامر هجرس؟ والله انت عندي احلى من تامر هجرس. بص يا خالو. ايوه بص الصوره دي. ايوه ده حماده السفروت. ايوه اسمه اصلا حماده الاسيوطي بس احنا كنا مسمينه حماده السفروت. ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسه، بقى رجل اعمال دلوقتي. ايه لما دي عيد ميلاد ده ولا ايه؟ ده عيد ميلاد دينا واحنا صغيرين، كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق اخده. دينا دي الوحيده اللي حبتني وكانت هرياني جوابات عاطفيه. انت ما حكيتيش على حاجه زي دي قبل كده خالص. يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي. انا يا اخي نوني خرايا احسن اللانش لزق في بقي جامد قوي. ليك حق، ده كمان الجبنه الرومي حاجه صعبه. شكرا. تصدق بقى خالو ان انا لسه محتفظ بالجوابات بتاع الدينا دي لحد النهارده؟ ايام يا واد يا الشاعر. عموما انت لسه العمر قدامك، هتحب وتتحب. المهم نقول لي فرد الجبنه الرومي ده. وانت ايه ما جاش وقتك يعني ولا ايه؟ يا راجل يا طحش انت. جه وقتي. امال ايه اللي حصل؟ بس انا زي ما تقول تقلت عليهم. ده واضح انك تقلت قوي يا خالو. بس مش عايزك تقدر تغطي اللي انا غلطتها. انت عارف ايه المشكله؟ حلها قبل ما العمر ما يعدي بيك والدنيا تتسد في وشك. انا مضطر اقوم عشان التأبين. انا مالك يا خالد؟ كان بودي اوصلك. لا خلاص. انت ماشي يا خالي. حاضر حبيبي، حاضر جنب باصي المدرسة وانا برميلك الجوابات. مش هنساك ابدا، وانت كمان ما تنسانيش. صاحبتك دينا. مش هنساكي. لو انت دينا بكر الزهيري، هاي دينا. أنا مجدي مكاوي زميلك في المدرسة. لا ردي أنا مش فاضي. هما 3 دقايق لو ما ردتيش مشوار.
ساتر يا ساتر. تخين 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 برضو ما رديتش. بس عربا الشغاله ربنا كبير. يا مجز مستعجل على ايه؟ راح ابعت لي صورتك بسرعه هموت واشوف شكلك. اولها كده ابعتي انت صورتك. لا يا عم انا بطلع في الصور زباله. ابعت انت. ومين سمعك؟ انا كمان بطلع ازبل منك. ها 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 بلاش صور. ابعت لي رقمك. رقمي كده على طول كده 010 انتر. ايه ما اتكلمتش ليه؟ ما اتكلمتش ليه؟ هي من اولها هتتقل كده. ايه ده نظام ده على الفيسبوك جديد ولا ايه؟ فيسبوك ليه يا عم؟ تشوفني اهبل يعني ولا تافه؟ ليك في حالك بس. قولي بقى عشان عايزه اتخيلك شكلك عامل ازاي. بص يا ستي انا يعني شعري مش ناعم ومش خشن اوكي، وبعدين لا انا ابيضاني ولا اسمراني يعني ممكن ابقى وردي شويه، اما بالنسبه للطول بقى انا لا طويل ولا انا قصير. وجسمك عامل ازاي؟ وعينيا سودا. لا بقولك وجسمك. واحيانا ما بسمعش كويس كده يعني. انت عارف انا متخيلك كده شبه مين تقريبا؟ تخيلي انت احسن يا دينا. على حسب ما انا فاكراك كده وانت صغير كان جسمك يدي على احمد عز. احمد رزق؟ لا احمد رزق ايه، احمد عز يعني، بس انا على مقسم شويه.